يبدو أن حادث مقتل عمال الإغاثة أو العاملين في مجال الإغاثة الدوليين ما زال له صدى حتى الآن وغضب في عدد كبير من دول العالم، ولكن هل سيمر هذا الحادث كحوادث سابقة قامت بها إسرائيل أم يمكن أن يؤدي إلى اختلاف على أرض الواقع؟ يعني أسعد الله صباحكم بكل الخير. قضيتين أساسيات في هذا الموضوع. من الواضح بأن جوازات السفر الدولية جعلت بواكي كثر لهؤلاء المواطنين الحقيقة الذين يعني نقدر جيدا وعاليا دورهم الإنساني الذي يقومون به في فلسطين وفي قطاع غزة وفي غيرها من الدول. ولكن بكل الأحوال ما سمعناه بداية من الولايات المتحدة الأمريكية ومن غيرها من عواصم الغرب بما في ذلك عواصم الدول التي يحملون يعني هؤلاء المواطنين جنسياتها لم تتجاوز يعني حدود الرثاء الإنشائي وحدود الخطابات وحدود الإنشاء، بمعنى لم نستمع إلى موقف من الولايات المتحدة الأمريكية يتحدث عن عقوبات أو يتحدث عن ضرورة التزام إسرائيل بوقف كامل لإطلاق النار. كل ما سمعناه سواء كان ذلك من وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو بايدن نفسه إنه على إسرائيل أن توضح ما حدث وأن تقوم بشكل شفاف وواضح بنشر نتائج هاي الجريمة. بكل الأحوال ما سمعناه من نتنياهو أيضا يندرج في إطار الوقاحة السياسية. نتنياهو قال بشكل فج إنه هذا يحدث في الحروب، بمعنى هو لم يعرب حتى عن أسفه لما حدث مع هؤلاء الذين يقومون بخدمات إنسانية. ما حدث هو جريمة كاملة الأركان. جميعنا رأينا السيارة التي كانت تضع إشارات منظمة دولية كانت تسير بمنطقة من الأصل إنها منزوعة السلاح وليس بها إطلاق نار، لكن إسرائيل تريد من ذلك بشكل فج أن تقول إنه جزء من سياساتها في قطاع غزة هو المجاعة والتجويع الجماعي، وبأن كل من يحاول أن يوفر لقمة خبز أو شربة ماء هو مستهدف وهو هدف أساسي لجنود الاحتلال الإسرائيلي. هذه الجريمة ستمر كما مر غيرها من مئات وربما آلاف الجرائم التي قتل بها مواطنين بما فيهم مواطنين أمريكان، كما حدث مع ريشيل كوري على سبيل المثال التي قتلت على الهواء مباشرة في قطاع غزة تحت بلدوزرات الاحتلال الإسرائيلي ولم تحرك الولايات المتحدة الأمريكية سوى بخطب إنشائية. وبالتالي إسرائيل تعلم هذه المعادلة جيدا وتعلم أنها محمية في هذا الإطار. طيب، التعثر هو ما يرشح عن المفاوضات أو ما يتم التصريح به حول المفاوضات بشأن صفقة أو هدنة. ما مصير هذه المفاوضات إذن؟ هناك صلف إسرائيلي واضح. نتنياهو لا يريد أن ينهي هذا العدوان، على العكس تماما. متابعاتنا للـ 48 ساعة الماضية تشي أنه نتنياهو يريد أن يفتح جبهات أخرى ويريد أن يفتح جبهة الشمال. هذا يتيح له الاستمرار بالحكم لأطول فترة ممكنة، لأنه يوم أمس كان هناك مطالبة من غانتس على سبيل المثال لتنظيم انتخابات في أيلول القادم. هذه الدعوة لم تلقى أي أذان صاغية لا من معسكر المعارضة ممثلة بساعر ولبيد ولا حتى من نتنياهو. طبعا لكل منهم أسبابه المتباينة. نتنياهو قال إنه لازال مبكرا أن نتحدث عن انتخابات مبكرة، بينما لبيد وساعر قالوا أننا لا نستطيع أن ننتظر 6 أشهر أخرى. هذا يشي بحجو الفجوات الكبرى والتشظي داخل المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل. هذا مشهد يعني يمنح نتنياهو المزيد من الوقت، كما أيضا إنه نتنياهو لا يريد أن يصل إلى أي صورة يعني تستطيع بها المقاومة أن تحقق انتصار في هذا الإطار. هو يستمر في حرب إبادته الجماعية، وأنا أعتقد إنه هو يعني ذاهب باتجاه أيضا استكمال يعني حرب إبادته الجماعية وعدوانه بما في ذلك رفح. كل ما يجري على الأرض من عدوان يشي إنه نتنياهو ذاهب باتجاه رفح. الولايات المتحدة الأمريكية لو كانت لا تريد أن يتم اجتياح رفح على الأقل لما قامت بالموافقة قبل أيام على بيع إسرائيل 50 طائرة من نوع F-15 و30 صاروخ
يعني قالت انه فريد من نوعه، لا نعلم ماذا يعني ذلك، هل هذا يعني انه يستطيع ان يقتل الاف الاطفال مره واحده او ماذا نعني بذلك؟ بالتالي هناك يعني خلاف في الاولويات. وهل دكتور رائد قطاع غزه في حاجه الى هذه الاسلحه الاضافيه؟ يعني واضح جدا انه نتنياهو يجعل من قطاع غزه في هذه الاوقات مختبر كبير لاسلحه الدمار الشامل. احنا استمعنا قبل ايام الى قيام اسرائيل بتجريب قواعد او انظمه تقوم على الذكاء الاصطناعي لتمييز الوجوه. هذا بحاجه بالقانون الدولي الى موافقه من يتم التجريب عليهم ذلك. اسرائيل تتعامل مع 2.2 مليون بالميه اليوم من اهلنا في قطاع غزه كحقل للتجارب لاسلحه الدمار الشامل، للذكاء الاصطناعي، للأسلحة المتطورة والمحرمة دوليا. أهلنا في قطاع غزة لم يبقى يعني حقيقة المنظمات الدولية تشي إنه غزة ستعلن حالة المجاعة فيها، وبالمناسبة يعني المنظمات الدولية لم تعلن ذلك إلا مرتين في تاريخها، وقد تكون المرة الثالثة في قطاع غزة. بالتالي ما يجري اليوم يشجع نتنياهو لأنه يرى صمت دولي. ما نسمع اليوم من جعجعة، خبير كنتنياهو يعلم أنه هذا لا يؤثر في الميدان، والعقلية الصهيونية من بيغن إلى شارون إلى نتنياهو تقوم على أنه لا يهمنا ما يقول العالم ولا ما يجري في الأمم المتحدة، المهم أين تضع الجنود، أين يضع الجندي الإسرائيلي يعني حذاؤه المغبر بالمعارك في الميدان. هاي العقلية الصهيونية، إذا لم يتحرك العرب والمجتمع الدولي لوقف هذا العدوان من خلال استخدام الأدوات التي تجبر إسرائيل على وقف عدوانها، فنتنياهو يرى أنه لا زال لديه وقت ولا زال لديه يعني كل الإمكانيات لكي يستمر بقتل أهلنا في قطاع غزة للاستمرار بالحكم هو نفسه، وهذا بكل الأحوال لن يوفر لا أمن ولا استقرار لا في المنطقة ولا في إسرائيل، لأنه كما رأينا معكم التقرير الذي حدث وأحداث يوم أمس، مقاومة في جنين، في طول كرم، في نابلس، في قلقيلية، في كل أماكن وجود شعبنا الفلسطيني، ما دام هناك احتلال سيبقى هناك مقاومة، والمعادلة يعني هي بسيطة للغاية كما قال القائد مروان البرغوثي، اليوم الأول للاستقرار بالمنطقة هو اليوم الأخير للاحتلال، ما دام هناك احتلال سيكون هناك مقاومة.